شوفي وهبي، عدنان هون وبده يقول لك شيء ريس. خليه يحكي وهبي. اليوم انا وعند بيت السيد اونال اجا شخص اخذ اوزلام. ايه، والباصلان قال لي انه عرف له صاحب السياره مين. شو عملت؟ اختصر. عرفته، والمسا بعدت له مين بيكون. لك مين هو؟ احكي. هالولد مانه مهم كتير يا ريس، بس هو ابن واحد من اصحاب الفنادق. ابن واحد من اصحاب الفنادق؟ شو بيهمنا اذا كان غني ولا مانه غني؟ فهم. انا بشو غلطت ريس؟ لا يكون هذا غلطي انا كمان. ريس، طيب بنقدر نحكي بالموضوع؟ وبلكي انا مو حابب احكي بالموضوع. انا ما بدي اعرف انه اللي خطف اوزلام هو قلب اصلان، وما بدي اعرف ولا اسمع ولا اشوف اي شيء عن هذا الموضوع ابدا. عدنان، قلب اصلان طلب منكم مساعده او شيء؟ لا ابدا. هي طبيعي، وكانه ابن اخي رح يجي ويطلب المساعده من اي حدا. قاعد مع فخري وريها ورح يطلب المساعده منهم وما يطلبها من عدنان. انت عم بتقول انه اكيد هو اللي عمل هالشي؟ مو مهم الشي اللي انا عم احكيه، المهم قلب اصلان يقول انا ما عملت هيك، وخلينا نرتاح شوي ونخلص من هاي الورطة، والا انا رح اضرب ابن اخي بايدي. بدل ما يخلصوا عليه قدام عيوني بضربه لحتى يفيق. امشي. أنا قاعد بين ناس مجانين، فطبيعي يصير كل هاد معي. يعني معقول ما يكون فيهم ولا واحد عاقل؟ كلهم مجانين معقول؟ أنت ليش ما قلتي لأوزلام إنه قلب أصلان مستحيل يتأثر بهالشي؟ انت شفت كل الرسائل، كتبت لك كتير شغلات عنه. كاتبه كتير شغلات؟ كل يلي كاتبتي رح تجيكي منه مشاكل يا اوزلام. والجو برد، لبسي جاكيت سميك. لك هذا قلب اصلان ما حدا بيعرفه. هذا قلب اصلان بس هي اوزلام كمان. اذا حدا ما بيقتنع ابدا شو بدك تحكي معه؟ الشيء يلي انا ما فهمته كيف الشاب ضل قاعد بالمطعم وما صار عليه شيء ابدا. انا يلي بفهمه انه قلب اصلان بفوت وما بيهمه حدا، بيطفش الباب وبيفوت وبيضرب الشاب يلي قاعد، وبعدين بيسحبها من شعرها قدام كل الناس وبياخدها على السيارة، وهنيك بيحاسبها لحالها. ليك الياس، عم تحكي عن حالك، قلب أصلاً ما بيعملها. ايه والله مزبوط، هو ما بيعملها، بيعمل أكتر. بعرف يلي صار، وصلني خبر، تفضل. إسراء، عطيني الجاكيت تبعي. مين حاكاك يا معلم؟ قال على التليفون ما نحكي. آخر شي كانت عم تبعت لها رسائل لإسراء، هلأ شفتها. طيب شو قالت؟ بخبرك بعدين، استنى. كيفك إسراء؟ أنت شو رأيك؟ مدام ما انخطفت أكيد هي منيحة. أنا منيحة بس عم يخانقني وكأنه أنا اللي كنت السبب بهالموضوع. لا تنامي، بدنا نحكي بس ارجع، عنا حديث طويل.